السلام عليكم، صباح الخير عليكم خاوتي. حبيت نوجه لكم تحية برك، وحبيت نقول لكم باللي راني درت لي فيديو من قبل لايف دركا، وراه مسيني غلاولي الفيديوهات وراه مخرجو. انا والله غير حبيت ندير فيديو خفيف ظريف برك، هكذا حبيت نبين لكم برك بالصورة، ما نبين لكمش بالهضرة، برك نبين لكم بالصورة. راني فيش الغوم العيد وراني فوق المرقد اللي تابع الميزان العمومي بوكنتوشا، التجار راهم يعرفوه، الناس يتعرفنا والحمد لله. انا حبيت ندير فيديو هذا خفيف وظريف برك، نعطي لكم باللي سوق شي الغوم العيد الحمد لله راهو بربي ان شاء الله في حاله جيده، والتجار راهم يتوافدوا بربي ان شاء الله للسوق والحمد لله. انسان ديما يرجع لعقله، ومهما يغلط والله لازمو يرجع لعقله، بيسك على السوق هذا تاع الزواوله، والزواوله هذو راهو قاعد يرزق فينا ربي بسببهم. صافي دير السوق هذا رانا كبرنا فيه والحمد لله على كل حال. ممكن صارت يعني بعض المشاكل هكذا وتغلق السوق، والناس اللي راهي تحكي وتقول تغلق تغلق، بربي ان شاء الله السوق ما يتغلقش، يا قسم بالله ما يتغلق. ولا بغيتو سينيالي وسينيالي، ومن الغدا انتم تسينيالي. فوالا خاوتي راكم تشوفوا، خاوتي بارطاجيو لي الفيديو هذا يرحم باباكم، حبيت نوصل الصورة برك هذا مكان. حبيت نوجه الصورة باللي تجار الحمد لله راهم يتوافدوا في شلغوم العيد، للسوق تاع شلغوم العيد، بما يكذبوش عليكم نهائيا ويقول لك السوق تاع شلغوم العيد راهو عايد تغلق، يا قاسم بالله بربي ان شاء الله محال يتغلق. خاوتي بارطاجيو لي الفيديو الله يستركم. حبيت نوجه ميساج برك للتجار اللي راحوا للسوق العثمانيه سوق ماكرون، معليش خويا العزيز انت حبيت تروح سوق تاع ماكرون، واحد ما حتم عليك وقال لك اقعد في السوق تاع شلغوم العيد، كل واحد وقسمه. بصح الانسان برك ما يديرش النميمه، برك ما يديرش النميمه في خوته برك، وما يعطيهمش في ظهرهم. كاين ميساج خاوتي الناس اللي راهو يقولوا راهم حقرونا، ياك نتوما 20 سنة يا دين الله والنظام عقابكم، ياك كيف انتوما جابكم النيف على جال السوق تاع الزواوله، ياك نتوما تحقروا في بعضاكم، ما كاش اللي يحقركم كاع لنا في شلون. وراكم تزرعوا في البلباله وتقولوا باللي السوق راه حيغلق تاع شلغوم العيد، سوق الزوالي بربي ان شاء الله والله ما يغلق، ويكتب له بربي ان شاء الله ويرجع مرك اكثر من اللي كان. والناس حبيت نوجه رساله برك يا خاوتي للتجار اللي راهم راهو شراو كاروات في سوق ماكرون، الكارو صافي يدير شراو ب 6 ملاير و 200، ياك انت يا كارو تاعك لهنا في شلغوم العيد ما راكش خادمو نهائيا، ولوسخ ماكلو ياك ما قدرش تعوض، يعني ما تقدرش يعني انت يا توفر ليش 100 مليار برك وتخدم الكارو تاعك لهنا وتخدم لهنا.
سوق بربيش الله ما يرجعش ما يروحش، والله ما يروح السوق. السوق هذا اللي استقات منه الزوالي والله ما يروح. كاينه حاجة خاتي، حبيت نوجه ميساج برك للشلاغمية اللي راحوا اللي باعوا ظهرهم، ياك والله ما تربحوا والو، نتوما بالشلغوم أصلا بايعينها من قبل، حياتكم كامل نتوما بايعينها شلغوم، قا ما تقدروش تخونوها دركا، الخيانة باينة عليكم. ياسر خويا بارطاجي الفيديو الله يسرك. بارطاجيو لنا خاوتي الفيديو الله يسرك. السوق كيما راكم تشوفوا فيه خاوتي وبربي ان شاء الله يرجع احسن مني كيما كان. انا حبيت نوجه رساله برك للتجار هذو برك، يرحم باباك انت كي تدي واحد زوالي سقات معاك
وهاي يخدم معاك. ياك انت كي تديه العثمانيه واش راك حتربح، كي تديه منه هو يحكم على طريق العثمانيه واش حتربح برك. يربح خي كي يجي من السوق تاع العثمانيه ولا السوق تاع شنو من العيد ربا واحد. ليسونسيال هذا ميساج برك حبيت نلحقو، وبربي ان شاء الله نزيد نعاود لكم لايف دوزيام في السوق من داخل باش تشوفوا الحركه من داخل بعيونكم. وتحياش الغوم العيد، وتحياش الغوم العيد، وتحياش الغوم العيد. والزوف رايح ليكم اللي رحتوا العثمانيه ما عندكمش وين تباتوا، اللي راكم طايشين ديري بكم غير ربي سبحانه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.